الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24 الآن، إحدى قنوات السعودية 24. أرحب بكم وأتمنى أن أقدم حلقة ممتعة وشيقة بمعية ضيفي داخل الاستوديو، الكابتن المحلل الرياضي كابتن عاطف بركية. مرحبا بك كابتن عاطف. اهلا وسهلا بك استاذ طارق وبالساده المشاهدين متابعي القناه ومتابعي البرنامج ان شاء الله. ايضا سوف يكون معي عبر الهاتف من الخرطوم الاستاذ امير فتح حسين، عضو الاتحاد العام ورئيسة لجنه كره القدم للسيدات بالاتحاد العام لكره القدم بالسودان. لاحقا ان شاء الله حنتواصل مع الاستاذ امير فتح عبر الهاتف. اذا نطلع مع عناوين حلقه اليوم مع مخرج البرنامج، فالى هنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، ونبدأ حلقة اليوم. أولا الأخبار، بالأمس عقدت لجنة التطبيع بنادي الهلال اجتماعا وأصدرت عدد من القرارات المهمة، على رأسها تعيين الأستاذ الصوباط هشام الصوباط رئيسا للقطاع الرياضي، وتعيين الأستاذ إبراهيم سليمان مديرا للكرة، ومحمد الحاج نائبا للرئيس القطاع الرياضي، وتعيين عماد خوجل رئيسا لقطاع الشباب بنادي الهلال، وهيثم الصوباط رئيسا للمكتب الإعلامي. وتم أيضا تعيين إسماعيل عثمان السيد رئيسا للمنشآت، ورامي كمال رئيسا لقطاع المناشط، وتعيين الفاضل التوم رئيسا لقطاع الاستثمار، وعبدالله العاقب نائبا له. هذه هي قرارات لجنة التطبيع الهلالية التي أصدرت بالأمس. مباشرة إلى محاور الحلقة، وأولى المحاور، الاتحاد العام يدشي مواقع رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام كحسابات رسمية تعمل جنبا إلى جنب مع الموقع الرسمي للاتحاد لنقل أخبار الاتحاد. كابتن عاطف، كلمنا عن هذه الخطوة. بدون شك طبعا الاتحاد العام تدشينه لهذه المواقع وللحسابات في المواقع الاجتماعية الهامة دي هي خطوة هامة جدا جدا لإيصال المعلومة للمشاهد ولل للمشجع وللمتابع في الشأن الرياضي السوداني في كافة أنحاء السودان وخارج السودان. أعتقد أنه هي مهمة جدا للحد من الشائعات ومن الأخبار، أو يعني أنت بيكون عندك في منصة معروفة هي دي تابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم، تأخذ منها الخبر مباشرة بغض النظر عن أي مواقع أخرى بتنشر أخبار قد تكون هي أخبار يعني من نسج الخيال أو من تأليفها أو من مجرد توقع بس للأخبار ومجرد صدق صحفي الواحد يحاول أنه ينزل أي خبر يعني كيف ما اتفق. فدي المواقع دي مهمة جدا جدا خصوصا في الفيسبوك اللي أغلب السودانيين موجود عليه. نعم. في منصة الفيسبوك، وتويتر برضو أيضا بدأ ينتشر أيضا في السودان وعدد كبير جدا من السودانيين، إنستغرام يمكن يدوب في البداية. أتمنى من الاتحاد السوداني أنه يعمل توثيق للحسابات بتاعته دي، على أساس أنه في حسابات تانية شبيهة باسم الاتحاد السوداني برضو. أنا اللي خشيت على تويتر لقيت فيه حساب قديم من 2018 باسم الاتحاد السوداني لكرة القدم. أتمنى الاتحاد السوداني يوثق حسابه اللي هو افتتحه في شهر مايو الماضي في هو تقريبا قبل يومين افتتحه. نعم. اللي هو تقريبا يوم الاحد. اعتقد انه التوثيق برضه يمكن ياخذ زمن، يمكن اعتقد انه الاتحاد السوداني هو ساعي ايضا لانه يوثق الحسابات دي عشان تكون حسابات رسميه ومعتمده لدى الجميع. وبرضه التحديث برضه مهم، التحديث المستمر. نعم. بالاحداث الرياضيه والاخبار الاتحاد السوداني مهم جدا برضه التحديث اول باول في على المواقع. خطوه مهمه بالنسبه للاعلاميين استاذ عاطف وللقنوات الرسميه والغير رسميه، إنه تأخذ المعلومة من موقع من مصدر الخبر أو من موقع الخبر. بكل تأكيد زي ما أشرنا برضو إنه حيكون يعني منصة معتمدة لدى جميع الإعلاميين، لدى جميع المشجعين، القنوات الرياضية التلفزيونية الخارجية أيضا اللي خارج السودان تستطيع أنها تأخذ الأخبار من المواقع المعتمدة للاتحاد السوداني. زي ما أنا قلت برضو التوثيق جدا جدا مهم عشان يكون الموقع أو الحساب معتمد لدى الجميع، وده حساب رسمي أخذ منه الخبر الفلاني على الاتحاد السوداني. هي خطوة ممكن كابتن عاطف تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرة خير من لا تأتي. ولكن يعني الإعلام الحديث أو مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي المنصات أو المنصات الرسمية واللي أكثر عدد من المتابعين بيتابعوها أكثر حتى من باقي القنوات. فأتمنى أنه بقية الأندية والاتحادات في السودان تحظو نحو هذه الخطوة. بكل تأكيد طبعا المواقع الاجتماعية هذه أصبحت في
يد كل إنسان موجودة في 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 أي موقع أنت تكون فيه، ما زي وسائل الإعلام الأخرى التلفزيون أو الصحف، ده أنت عندك موبايلك فيه جميع الحسابات، بتقدر تخش في أي وقت في أي لحظة تأخذ الخبر. بنشوف نحن حاليا جميع الاتحادات العالمية كلها، الأندية العالمية كلها بتنشر أخبارها، أول ما تنشرها بتنشرها على مواقعها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر الخبر رسمي ويأخذ من موقع النادي الفلاني إنه حصل كده للنادي أو جاب المدرب الفلاني أو يكون خبر موثوق يعني ومعتمد. طيب جميل، خطوة ممتازة من الاتحاد العام لكرة القدم السودانية، ونتمنى زي ما ذكرنا إنه بقية الاتحادات والأندية الرياضية في السودان تحظو حذو الاتحاد العام، ونرى ونشاهد مواقع رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للأندية والاتحادات السودانية. أندية الهلال والمريخ عندها مواقع برضو في فيسبوك وفي تويتر، بس برضو غير موثقة، في حسابات كثيرة برضو أنت ما بتعرف ياتو الحساب الرسمي فيه كثير. كل واحد كاتب الحساب الرسمي لنادي المريخ، الحساب الرسمي لنادي الهلال، سواء في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيره، فالتوثيق في الحتة دي مهم جدا عشان التوثيق والتحديث. والتحديث طبعا، التحديث المستمر في كل ما يحصل حدث جديد أنت تنزل وتحدث الأخبار بتاعتك تبع النادي أو تبع الاتحاد برضو. طيب جميل، زي ما قلنا نتمنى إنه كل الأندية زي ما ذكر الكابتن عاطف بإنه تحظو وتوثق هذه الحسابات وتحدث هذه الحسابات، لأنه خطوات مهمة جدا. نغلق ملف الاتحاد السوداني ونتجه إلى المنافسة التي ينظمها الاتحاد السوداني، منافسة الدوري الممتاز، تدخل الأسبوع 17 أو الأسبوع الثاني من الدور الثاني. ممكن قدا هنشاهد مبارتين في افتتاح هذا الأسبوع، وهي من أبرز الجولات، الهلال عصرا باستاد الهلال في مواجهة أهلي مروي، والمريخ مساء باستاد المريخ في مواجهة حي العرب. هنالك تقرير عن هاتين المباراتين، نستمع إليه ونعود لنحلل هاتين المباراتين. كابتن عاطف، مباراتين مهمات خلال الأسبوع 17، ممكن أبرز مباريات الجولة زي ما ذكرنا. نبتدي بمباراة العصر باستاد الهلال، الهلال وأهلي مروي، الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وأهلي مروي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة. مباراة مهمة، مباراة قوية، مباراة فيها ندية، خاصة نتيجة الدورة الأولى انتهت تعادلية بهدفين لكل فريق. بالتأكيد طبعا مباراة جدا مهمة بالنسبة للهلال في صراعه على الصدارة، سباق الصدارة مع المريخ، والفارق نقطة واحدة طبعا. لسه طبعا الدوري يدوب في بداية الدورة الثانية، ويدوب المنافسة يمكن تبدأ تزيد وتيرتها، وأعتقد أنه حيكون حنشوف مباريات بمستويات مرتفعة جدا جدا. بالنسبة للهلال، أنا تابعت المباراة الأخيرة بتاعتهم مع حي العرب، أعتقد أن المدرب قام ببعض التغييرات في خط الوسط، أدخل ثلاثة لاعبين اللي هم صلاح عادل وعبد الرؤوف يعقوب ووليد الشعلة، ويستبعد نزار حامد وبوجبا والشغيل. أعتقد أن الفريق قدم في خط الوسط مردود طيب جدا جدا، واستطاع أنه يبني هجمات. شفنا شغل دؤوب في وسط الملعب بتاع الهلال بوجود بالذات اللاعب صلاح عادل، قدم مردود ممتاز جدا. عبد الرؤوف شفناه في صناعه اللعب، انا اتمنى انه اللاعب ده اعتقد انه هو حيحل مشكله صناعه اللعب في الهلال، وهي مشكله اساسيه في وهي الهلال. مشكله اساسيه من ذهاب الكابتن هيثم مصطفى، ما شفنا اي صانع لعب، جو لاعبين كتار جدا في الخانه دي وتعاقبوا على الخانه صناعه اللعب في الهلال وما نجحوا. بالتاكيد طبعا اي لاعب يجي في الخانه دي بيقارنوه بهيثم مصطفى، وفي النهايه للاسف هو بيفشل لانه بيتقارن بهيثم مصطفى وما بياخذ الفرصه الكافيه وبيمشي. السنه اللي بعدها بيجي لاعب جديد، اعتقد انه الهلال وجد ضالته في هذا اللاعب عبد الرؤوف. احنا شفناه في المباراه اللي فاتت، بصراحه انا شفته عمل يعني عمل شغل متميز جدا جدا، هو واللاعب صلاح عادل برضه برضه عملوا شغل ممتاز جدا. وليد الشعل في الهجوم صنع هدف، اعتقد برضو انه بزعز يشيد برضو بالمدرب، مدرب الهلال، انه ادى الثقه للاعب المدافع الطيب عبد الرازق، واشركه في المباراه كاساسي بعد خطا كبير في المباراه. ايوه بعد خطا، اخطاء كثيره طبعا مرتكب اخطاء كثيره جدا في مباراه المريخ، اداه ثقه واشركه من جديد. لو كان ابعده يمكن كان اللاعب حيتاثر نفسيا وكان حيبتعد عن مستواه وكان حيتراجع بشكل كبير جدا، لكن التحيه للمدرب الهلال فورمسينو انه اشرك اللاعب ده واداه فرصه واداه ثقه، فعلا لعب مباراة كويسة واستطاع انه يحافظ
على مناطق الدفاعية بصورة كويسة جدا وأداء مباراة كبيرة جدا. طيب جميل كابتن عاطف، بالنسبة لمحمد عبد الرحمن ورباعية في مباراة حي العرب السابق. محمد عبد الرحمن طبعا غني عن التعريف، مهاجم، هو المهاجم هو وسيف تيري المهاجمين التوب في 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 الدوري السوداني. طبعا كده هو صدر قائمة الهدافين الرباعية وصار عنده 15 هدف في 16 مباراة، أعتقد أنه رقم كبير جدا. أتوقع أن محمد عبد الرحمن السنة دي يكسر الرقم القياسي في 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 الرقم المسجل باسم هداف الدوري. طيب. بالنسبة للأهلي المروي، الأهلي المروي الموسم ده أنا ملاحظ أنه في تطور كبير في مستواه عن الموسم السابق، أصبح يقهر على الكبار، يحرج الأندية الكبيرة زي ما أنت قلت. في مباراة الدور الأول تعادل مع الهلال بهدف لهدف، كان حتى كان متقدم، وكان متقدم من حد آخر الدقائق. نعم. الهلال تعادل أعتقد في الدقائق الأخيرة من المباراة، أعتقد أنه الأهلي المروي هو تقدم بهدف، الهلال أحرز هدفين ثم هو راجع عاد وأحرز التعادل. مش مذكر احداث المباراه بالضبط، لكن طيب. المباراه كانت صعبه جدا من الهلال، اتوقع انه فاروق جبر يقدم مستويات كبيره مع الاهلي جدا. فاروق جبر طبعا مدرب كبير وغني عن التعريف، بس انا اسال فاروق جبر اعتقد انه هو حيدرب المنتخب النسائي، هو حيدرب المنتخب النسائي مع بالاضافه لاهلي مروي، هذا ما اعلنه الاتحاد العام. ممكن بعد قليل حنتاكد من الاستاذه ميرفت، هل حتكون معنا في الخط؟ استاذه ميرفت السلام عليكم. مرحب بك الزميل طارق ومرحب الأستاذ عاطف، مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وكل السودانيين في كل مكان بألف خير. قبل أن نبدأ المحور المنتخب للسيدات، لكن ممكن المحلل داخل الاستوديو سأل إنه فاروق جبرة، نحن نحلل في مباريات الدوري الممتاز، هل فاروق جبرة حيكون هو مدرب لمنتخب السيدات وأهلي مروي معا؟ نعم طبعا، زي ما انتم عارفين انه الكابتن فاروق جبرة عنده مشروع مميز مع فرقة الاهلي مروي. نعم. والان يمكن الاهلي واحد من الفرق المرشحة انها تتصدر او تكون في من ضمن الاربع فرق الاوائل، وربما يحظى بفرصة للتمثيل الخارجي. نعم. وبالتالي نحن لا نريد ان نحرم الكابتن فاروق من تحقيق يعني انجاز مع فرقة الاهلي، فاستأذننا من إدارة النادي الأهلي في أن يقوم الكابتن فاروق في يعني تدريب المنتخب النسائي بجانب عمله مع فرقة الأهلي، خاصة إنه الموسم الرياضي في السودان على وشك الانتهاء. نعم. طيب جميل، إن شاء الله نتم محور الدوري الممتاز ونعود لك لنتابع أخبار منتخب السيدات. كابتن عاطف الآن أكدت المعلومة إن فاروق جبرة حيكون مدرب لأهلي مروي وللمنتخب. فاروق جبرة زي ما ذكرت الأستاذة ميرفت يقدم مستويات كبيرة مع أهلي مروي، ممكن في التقرير ذكرنا إنه طموح النادي الآن هو التمثيل الخارجي، وهي أكدت إنه أهلي مروي مؤهل تماماً لهذا الطموح. نتمنى التوفيق طبعاً للكابتن فاروق جبرة، هو مدرب كبير غني عن التعريف وعنده تجارب سابقة مع أندية كبيرة زي المريخ مثلاً. أتوقع أنه إن شاء الله حينجح وحيعمل منتخب قوي نسائي باسم السودان يقارع المنتخبات الأخرى. أهلي مروي كابتن عاطف يضم نجوم، يعني عندنا الطرف اليمين رامي وود أبوك هم في كلية المنتخب، وأيضا عندنا الحارس المتميز اللي يعتبر من أفضل حراس هذا الموسم أحمد بيتر. نعم، أهلي مروي زي ما قلت لك طبعا بفضل وجود هؤلاء اللاعبين ذوي المستويات العالية استطاع أهلي مروي أنه السنة دي ينافس على المراكز المتقدمة. نعم هو بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني الهلال، لكن أتوقع أنه أهلي مروي إذا استمر بالمستوى ده وجود أداء كابتن فاروق جبرة مع الفريق وحسن مستوى بعض اللاعبين اللي لسه في مستوياتهم لسه ما وصلت للمستوى المطلوب، أتوقع أنه أهلي مروي ممكن ينافس على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، ممكن ينافس الهلال والمريخ. نعم. ولما لا خبرة على الدين يوسف أيضا في أهلي، وعلى الدين يوسف طبعا. نعم. برضو أحد اللاعبين المتميزين طبعا، برضو عندهم خبرة طويلة في الملاعب السودانية وفي الأندية القمة. ما استبعد أنه أهلي مروي، أنا شجع بصراحة فاروق جبرة أنه يطمح أو يحاول يحفز اللاعبين أنهم يأخذوا مركز متقدم، المركز الثاني أو الثالث، ولما لا يعني في الفريق قادر على ذلك. جميل، يعني نتوقع مباراة قوية إن شاء الله. مباراة حتكون قوية طبعا، ما حتكون أبدا سهلة على الهلال، حتكون جدا مباراة صعبة. بالتوفيق للهلال وأهلي مروي. المباراة الثانية كابتن عاطف، المريخ هو حي العرب، حي العرب عايد من خسارة برباعية، والمريخ عايد من انتصار برباعية على هلال كادوغلي.
نعم، هي مباراة طبعا بالنسبة للمريخ هي مباراة ثالثة تقريبا، في كان في ضغط بتاع برمجة بالنسبة للمريخ. مبارتين من الدور الأول والآن الأسبوع الثاني من الدور الثاني. نعم، خلال ممكن خلال أسبوعين قبل، نعم خلال أسبوعين أربع مباريات. أعتقد أنه ضغط كبير على نادي المريخ، شفنا في مباراة المريخ وحي الوادي نيالا إرهاق واضح كان على لعبة المريخ بعد أقل من 48 ساعة على لعب مباراة القمة أمام الهلال. كانت طبعا مباراة كلها شفناها كانت مباراة صعبة وقوية، كاد المريخ أن يخسر تلك المباراة، وكاد المريخ فعلا أن يخسر. الحاجة الملفتة في المريخ أنه هذا الموسم دفاعه متميز، أعتقد حاليا استقبل فقط 7 أهداف في 16 مباراة. كان المريخ محافظ على نظافة شباكه في المباريات الأخيرة خصوصا أمام عكس يا كابتن عاطف النقطة دي، عكس دفاع المريخ في البطولة الأفريقية. بالضبط بالضبط، أعتقد أنه ممكن المدرب يكون اشتغل على الدفاع أكثر. فعلا هشوف دفاع المريخ في مباراة الهلال كان متميز وكان ثابت، ولوج هدفين في مرمى المريخ في مباراة هلال كادوغلي. أعتقد برضو أنه كان ضعف تركيز من مدافعي ووسط المريخ، ضعف التركيز ده برضو أكيد طبعا ناتج عن الإرهاق البدني، مباراة كله يومين أو 3 أيام كان في ضغط كبير جدا على المريخ. المريخ طبعا حاليا بيصدر المنافسة، حي العرب جاي من هزيمة كبيرة أمام الهلال برباعية نظيفة، وكان برضو خسران في الدور الأول أمام المريخ ب3 أهداف نظيفة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي أداء المريخ ما في المستوى المطلوب في مباراة حي العرب عامل الإرهاق البدني والحضور الذهني، لو عالج المدرب الأمرين ده أعتقد المريخ ممكن يكسب المباراة. طيب جميل، حي العرب يحتل المركز التاسع ب 21 نقطة، وحي العرب حقيقة يقدم مستويات كبيرة رغم أنه مستوى يعني خسر بالرباعية، ولكن يقدم مستويات كبيرة مع مدرب شاب صبري عبد الله. نعم، حي العرب برضو أيضا من الفرق الطموحة، هو وشقيقه في بورسودان نادي الهلال في بداية الدوري أعتقد أنهم قدموا مستويات كويسة، بس في حصل تراجع ما أعرف شنو بالأسباب بالضبط، أنا ما متابع بالضبط، بس غالبا حي العرب يعني هو من الأندية اللي بتطمح للبقاء في الدوري، لأنه دائما نحن نشوف حي العرب دائما بيهبط وبيرجع تاني، فنتمنى أنه حي العرب الموسم ده يقدم موسم أفضل من المواسم السابقة اللي كان بيقضيها في الدوري. إن شاء الله بالتوفيق للفريقين وبالتوفيق للأربع فرق تقريبا اللي بتلعب غدا في افتتاح الأسبوع 17. نغلق ملف الدوري الممتاز ونتجه لمنتخب السودان، المنتخب السوداني للسيدات. معنا على الخط زي ما ذكرنا الأستاذة ميرفت حسين، عضو الاتحاد العام ورئيس لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد العام. مرحب بك مرة أخرى أستاذة ميرفت. مرحب بك الأخ الزميل طارق، ومرحب بضيفك في الاستوديو الكابتن عاطف بركيا. ناسف طولنا عليك وانت على الخط، معليش. لا ما في مشكلة، كنت مستمتعة بتحليلكم لمنافسة الدوري الممتاز في الدورة الثانية، ويعني دوافع الفرق اللي بتطمح لإنها تمثل خارجيا أو الفريقية القمة اللي بيطمح للجلوس على صدارة المنافسة، فكنت مستمتعة جدا بتحليلكم. تسلمي تسلمي أستاذة ميرفت. أستاذة ميرفت، ندخل مباشرة للمنتخب السوداني اللي بتواجهه للسيدات، المنتخب السوداني للسيدات اللي بتواجهه عدة مشاركات، ممكن تقريبا 3 مشاركات، كلمينا أول عن هذه المشاركات. طيب يعني الحمد لله انه وفقنا في العام 2021 في انه بعد نهايه النسخه الثانيه من دوري كره القدم السوداني للسيدات انه اللجنه الفنيه المتواجده طيله فتره الدوري تختار كليه للمنتخب، تم تعيين جهاز فني لها، ويعني الاتحاد الافريقي اعتمد مشاركتنا كمنتخب في يعني منافستين، الاولى هي دوري هي يعني مشاركة أمم أفريقيا أو تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وكانت القرعة أوقعتنا أمام الجزائر، كان مفروض نلعب مباراة يوم 10 يونيو الجاري لكن تم تأجيل التصفيات لأكتوبر. أيضا نحن مشاركين في كأس العرب للسيدات، المنافسة الجديدة اللي بنظمة الاتحاد العربي لكرة القدم، أيضا مشاركين دي في حتكون في القاهرة في 24 أغسطس بداية إن شاء الله حتى يوم 6/9. أيضا مشاركين في دور السكاف التحدي بجيبوتي في شهر نوفمبر القادم بإذن الله. دي 3 مشاركات
لأول مرة منتخب السودان للسيدات هيكون متواجد في الصعيد الأفريقي والعربي إن شاء الله. طيب بالتوفيق. أستاذة ميرفت، تم اختيار كلية المنتخب من 40 لاعبة، آلية الاختيار لهذه الكلية؟ طبعا يا أخ طارق، زي ما أنت عارف أنه المنافسة نفسها منافسة دوري كرة القدم السوداني للسيدات منافسة جديدة، وبالتالي لأول مرة في لاعبات بيقدموا نفسهم. ويعتاد الناس دائما حينما نتحدث عن كلية منتخب أنه يسمى جهاز فني ومساعدين، والجهاز الفني يعني ينظر في أو يتابع المنافسات ويختار أفضل العناصر. لكن كما تعلم أنه إحنا عندنا في نسخة الدوري الثانية 23 نادي شاركوا في المنافسة، ونسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الأندية تم تقسيم المنافسة اللي تلعب في 4 مدن: الخرطوم، واد مدني، الأبيض، وكادوغلي. وبالتالي كان من الصعب حتى إذا كان هناك جهاز فني مسمى قبلا أن يطوف ويتجول خلال فترة المنافسة للـ4 مدن ليختار عناصر يعني يسميها للمنافسة المنتخب، باعتبار أنه يعني ليس هناك وقت كافي لهذا الأمر. فاعتمدنا منذ النسخة الأولى على اللجنة الفنية في الاتحاد برئاسة الخبير أحمد بابكر الفكير والكوتش عماد خوجلي هنا في الخرطوم كلجنة فنية في الاتحاد، تعينها لجان فرعية في الـ4 مدن كانت مهمتهم حضور كل مباريات الدوري ورصد أفضل العناصر في كل المباريات اللعبت. وتم رفع الترشيحات من الـ4 لجان للجنة المركزية اللي قدمت لنا قائمة من 40 لاعبة ككلية للمنتخب. يستطيع الجهاز الفني بعد أن يخضع هذه العناصر لتدريبات أنه يختار منها القائمة التي تشارك إن شاء الله في المنافسات. طيب جميل. طيب نجي لتعيين الجهاز الفني اللي تم فيه تعيين الكوتش فاروق جبرة كمدير فني والكوتش سلمى المايدي كمدرب عام. نعم طبعا الكوتش سلمى هي معروف انها هي كانت تقود واحدة من فرق أندية كرة القدم للسيدات في الفترة الأخيرة، انضمت لفريق الكرنك. طبعا كوتش سلمى كان بتدرب أندية رجالية تعود وتشارك في أندية كرة السيدات في النسخة الثانية، ولجنة كرة القدم للسيدات في إطار تأهيلها للكوادر النسائية قدمت الكوتش سلمى قبل شهور لتنضم للنجوم الدوليين اللي خاضوا كورس الرخصة السودانية وهي أعلى مستوى تدريبي. كان هذا شغل استراتيجي من اللجنة حتى يتم تأهيل مدربات يقودوا الفرق والمنتخبات مستقبلاً. بجانب ذلك في الكوتش جانيات هي مدربة فرق التحدي وعندها رخصة أفريقية. المدربتين ذيل هم حيكونوا في الجهاز الفني، سلمى مدرب عام وجانيات مساعد مدرب، لكن كان لابد أن يقود الدفة الفنية كمدير فني. مدرب طبعا عنده خبرته، عنده مستوى يعني أعلى في الرخصة باعتبار أنه الكاف يحدد من يجلس في المنطقة الفنية، وكمدير فني لابد أن يحصل على أعلى مستوى في الرخصة. وايضا راينا انه تكتسب المدربتين ديل وبقيه المدربات اللي حيكونوا مستقبلا موجودات يكتسبوا خبره كبيره من اللي حيكون مدير فني. في البدايه راينا انه تجي مدربه من خارج الدوله، لكن لضيق الوقت والاعتبارات عديده راينا انه نختار مدير فني سوداني نستفيد من خبراته في اول منتخب، وايضا نستفيد من خبراته في تاهيل المدربات اللي حيشتغلوا معاه هذا الفني. كانت هناك عده اسماء مطروحه، ولكن ربما كان الكوتش فاروق جبرة قد حظي بإجماع الجميع في أن يكون هو المدير الفني في المرحلة المقبلة. جميل، بالتوفيق للكابتن فاروق جبرة ولبقية الجهاز الفني. وفاروق جبرة قامة فنية كبيرة خلال كرة القدم السودانية. طيب كابتن أستاذ ميرفت، نتكلم عن إعداد المنتخب والمعسكر اللي حيكون يوم السبت القادم، وحيكون الكشف الطبي يوم الجمعة. كلمين عن سير الإعداد. والله كويس انت مذاكر جيد، يعني رغم انه هذه الاخبار لم تطلع بعد يعني. لا احنا متابعين لكم، متابعين مجهوداتكم كلها والله استاذ زبير. انت متابع جيد. نعم. احنا نحييكم والله، نحيي متابعتكم دي، ونتمنى دائما تقفوا الى جانب يعني منتخب السودان اللي لاول مره في تاريخه حيتم تجمعه في معسكر اولي. طبعا شوف فاروق جبرة وضع برنامج طموح جدا لإعداد المنتخب. إحنا عندنا 3 أشهر قبل أن نشارك في بطولة العرب للسيدات، فكان رأي الكابتن فاروق إنه يتم تجمع أول يوم 5 يونيو المقبل. يوم 4 يوم الجمعة الساعة 10 صباحا حيخضع جميع اللاعبات المختارات
بفحص طبي شامل إضافة إلى فحص الكورونا قبل أن يدخلوا إلى معسكر مغلق لمدة 10 أيام. تجمع اللاعبات حيكون في الأكاديمية، ولكن حيكون المعسكر في فندق في الخرطوم لمدة 10 أيام. هتخضع فيه اللاعبات لتدريبات صباحية ومسائية بالإضافة إلى محاضرات من الكوتش فاروق جبرة ومحاضرات تحكيمية ومحاضرات عن الطب النفسي الرياضي ومحاضرات يعني عديدة، لأنه دي أول كلية وأول منتخب حيمثل البلد، ونحن نطمح لأنه اللاعبات يعني ينالوا أعلى مستوى من التدريب في كل النواحي حتى يحسنوا تمثيل البلد في أول منافسة خارجية. طيب أستاذ ميرفت، الكوتش عاطف بركية يحب أن يتداخل معك في مداخلة. أستاذ ميرفت مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك، سعيدين جدا بوجودك معنا في البرنامج. مرحبا بك أستاذ عاطف، تحية لك. الله يخليك أستاذ ميرفت. طبعا أنت عارف إحنا كمجتمع سوداني مجتمع محافظ جدا، مجتمع طبعا متدين وهكذا، والمرأة عندها وضع خاص في المجتمع السوداني. أنا شايف في قائمة المنتخب السوداني للسيدات في لاعبات مثلا من خارج العاصمة، من الدلنج، من القضارف، من كادوغلي، من الأبيض. هل بتواجهوا صعوبات في استدعاء هؤلاء اللاعبات من خارج العاصمة إلى العاصمة والدخول في معسكر والسفر مع المنتخب خارج السودان؟ يعني مشاكل مثلا التزامات أو ارتباطات اجتماعية لهؤلاء اللاعبات أو التزامات مدرسية أو جامعية، هل في بتواجهوا مشاكل زي كده؟ والله سؤالك جميل. إحنا يعني أرسلنا خطابات طبعا في حين مشاركة الدوري أو خلال مشاركة الدوري كان في فترة توقف المدارس والجامعات، فلم نكن يعني نعاني من غيابات كثيرة إلا في الدور الأخير من الدوري أو في المرحلة الأخيرة. بعض الفرق فقدت بعض لاعباتها بسبب الامتحانات نصف العام، لكن الآن ربما 3 أو 4 لاعبات فقط حيغيبوا من كلية المنتخب بسبب أنهم يجلسون لامتحان الشهادة السودانية. أغلب اللاعبات في عمر الدراسة المدرسية أو بداية الدراسة الجامعية، وبالتالي نحن يعني كتبنا خطابات إلى الاتحادات المحلية ولأسر اللاعبات إنه اللاعبات اللي بيجلسوا الامتحانات أو مرتبطين بمدارس وجدنا لهم العذر في الانضمام لكلية المنتخب أو التجمع الأول اللي حيكون في 5 يونيو، على أن يلحقوا بالإعداد في فترة ما بعد خلاصهم من الامتحانات، لأنه نحن أيضا نضع في اعتبارنا إنه التحصيل الأكاديمي أولا ثم تأتي كرة القدم ثانيا، ونحن حريصون على أن تنال اللاعبات أفضل تأهيل أكاديمي، ده برضو بيكون معيننا في تأهيلهم الفني. فلذلك ربما هذه هي الإشكالية الوحيدة اللي حتصادف غيابات بعض اللاعبات بسبب الامتحانات. أما على الصعيد الأسر فنحن في السودان الجديد يعني وجدنا دعم كبير من الأسر في أنه بناتهم ينضموا لرياضة كرة القدم، باعتبار أنه المرأة السودانية كانت وجودها كبير جدا في الفترة السابقة وساهمت بشكل كبير جدا في الثورة السودانية وساهمت في كل المجالات والتحديات في البلد، فبالتالي كرة القدم هي نشاط رياضي محفز للروح الرياضية ومحفز للإبداع ومحفز يعني الشابات في تنمية قوة الشخصية والمشاركة المجتمعية وتغيير كثير من المفاهيم الخاطئة، فبالتالي لم نواجه أي إشكالات من هذا النوع، بالعكس نجد كل التشجيع من الأسر التي كانت وما تزال حاضرة في تدريبات الأندية وتتساءل عن شكل الإعداد بالنسبة للمنتخب، والأسر فخورة بأنه بناتها حيمثلوا السودان وحيلبسوا الشعار السوداني وحيعزف لهم النشيد الوطني السوداني أخيرا، وحيكونوا موجودين ضمن نساء القارة وليس كبير. يعني يتخلفوا عن الرياضة. شكرا للتوضيح أستاذ ميرفت. طيب عندي سؤال تاني برضو، هل هناك بسرعة هل هناك فكرة مستقبلية لإنشاء فرق نسائية لأندية الاتحاد السوداني لكرة القدم؟ يعني فريق النسائي للمريخ، الفريق النسائي للهلال، كما هو موجود في بعض الألعاب الأخرى، هل هناك فكرة شبيهة بهذه؟ نعم. طيب برضو من زمن البرنامج زي ما نبهنا الأخ طارق أقول لك إنه الآن في فريق من الأندية عندهم أندية، عندهم اللي هم فريق هلال الأبيض ده كان أول فريق، ثم له فريق المريخ العاصمي ده الفريق من الدرجة الممتازة، والآن لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني تلقت خطاب من الاتحاد الدولي في أنه ستوضع من ضمن شروط الرخصة A أو أعلى مستوى في الترخيص
انه لابد انه يكون الفريق عنده فريق نسائي. فاذا كان الان الوضع اختياري ربما في المستقبل يكون الزاميا على الفرق التي تطمح للمشاركه افريقيا او تنال رخص متقدمه في التصنيف الافريقي ان يكون لديها فرق سيدات. طيب فالفرق الشاطره اذا هي اللي حتحوز على عدد من اللعبات المميزات الان يعني قبل ان يصبح الامر فرضا. طيب استاذ زبير بدنا نرجع للمنتخب، هل هنالك برنامج لمباريات وديه دوليه؟ في الوضع في الاعتبار انه نحن لابد قبل ان نخوض بطوله العرب لابد ان نلعب على الاقل مباريتين دوليتين. نحن الان تلقينا دعوتين من الاتحاد التونسي لكره القدم لاقامه معسكر اعدادي قصير في تونس ولعب مباراتين مع المنتخب التونسي. ايضا تلقينا دعوه حتى الان هي شفاهه لم تصلنا دعوه رسميه من اتحاد جنوب السودان بان يتبارى الفريقان او المنتخبان السوداني والجنوب السوداني سواء كان في الخرطوم او جوبا، ونحن طلبنا منهم يعني ارسال دعوه رسميه مكتوبه وفيها تفاصيل الوقت والتفاصيل الاخرى حتى نستطيع ان نرد على هذا الطلب. ولكن ما استطيع ان اقوله لا بد ان يتبارى المنتخب مع احد منتخبات القاره تمهيدا لمشاركه بطوله العرب حتى نقف على جاهزيتنا وعلى كل الجوانب التي نستطيع ان نتدخل فيها ونعالجها قبل الولوج الى منافسه كبيره مثل كاس العرب. بكل تاكيد استاذه بيرفت قبل ان نختم معك كلمه اخيره للجمهور الرياضي السوداني تطمنيه على وضع المنتخب. والله انا دايره اقول انه دي اول مشاركه لنا، اول ظهور لمنتخب سيدات السودان. نحن عارفين انه نحن في تحدي كبير في انه نقدم نساء السودان في منافسه كبيره في رياضه كانت حثي على الرجال، في انه احنا عايزين تكون المشاركه دي مشاركه مميزه ليس فقط على مستوى التنافس داخل الملعب لكن بشكل عام مظهر المنتخب. نعم. يعني تمثيله لوطنه، ظهوره جيد، اللاعبات، الانسجام، التعامل. عايزين فعلا منتخب سيدات السودان يمثل سيدات السودان، فنرجو من الجميع انه يقفوا معنا ويساندونا، ونرجو من الاعلام ايضا انه يدعم هؤلاء اللاعبات اللي بيحتاجوا للدعم ويحتاجوا للناس تساندهم حتى نستطيع ان نقوم بالمهمه على اكمل وجه. ان شاء الله. استاذه ميرفت شاكر ومقدر لك قبولك الدعوه والإطلال على عبر برنامج كورتنا في قناة السودان 24 الآن، واتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نعدك إنه حيكون بيناتنا لقاءات ونتابع مسيرة المنتخب إن شاء الله. وأنا شاكرة لكم كثير. تسلمي تسلمي. تحياتنا للكابتن فاروق جبرة وللجهاز الفني وبالتوفيق لكم إن شاء الله. طيب جميل، شكرا للأستاذة ميرفت اللي كانت معنا من الخرطوم على هذا التوضيح. كابتن عاطف لأن الزمن عندي على وشك. نتحول إلى النصر السعودي، بالأمس ودى 5 من نجومه على راسهم الأسترالي الحارس برادي جونز ويحيى الشهري والمدافع مايكون وعبد العزيز الدوسري ورايد القاندي. كيف ترى هذه الخطة؟ موسم النصر طبعا الموسم ده كان موسم أقل من الوسط، أداء النصر كان متذبذب بين فوز وتعادل وهزيمة، أغلب مباريات النصر ما أدى فيها النصر بالمستوى المطلوب، الإعداد للموسم ما كان إعداد جيد، تغيير المدرب في وسط الموسم أدى أن اللاعبين دي يكونوا هم ضحية الإعداد السيء وتغيير المدرب في وسط الموسم. اعتقد انه برادلي جونز، انا بصراحه مستغرب ليه انه عقد برادلي جونز. ممكن فنيا برادلي جونز هو كان 90% او 95% من المباريات هو اللي كان اساسي فيها، ولكن الخطوه للنصر ممكن للاستفاده من خانه خانته كاجنبي يمكن كلاعب اجنبي يمكن كيف بلبس هو، لكن من ناحيه فنيه برادلي جونز، من ناحيه فنيه برادلي جونز حارس ممتاز جدا جدا. يمكن النصر عنده فكره انه يتعاقد مع حارس محلي ايوه يستفيد من الخانه طبعا حراسه المرمى. طبعا في المملكه العربيه السعوديه عندها تاريخ كبير في المنتخب السعودي وفي الانديه السعوديه، حراس مرمى كبار جدا جدا مروا على المنتخب السعودي مثل عبد الله الدعيع، محمد الدعيع، مبروك زايد، لعيبه وحاليا برضو ايضا موجودين في حراس مرمى ممتازين جدا في انديه اخرى. ممكن النصر اذا استجب اي واحد من اللعيبه ديل يستفيدوا فيه. ما يكون طبعا مقدم مردود جدا سيء في الموسم ده، والموسم الماضي ايضا ما يكون كان مستوى جدا متدني، سبب في ولوج اهداف كثيره في مرمى النصر، سبب في ضربات جزاء كثيره. الموسم الاول له مع النصر كان جيد، لكن الموسمين الاخيرين ما قدم المردود. اعتقد انه النصر عنده فكره برضو انه يجيب مدافع اجنبي افضل. المهاجم رايد الغامدي هو صفقه ممكن اعاره من نادي الرايد. رايد الغامدي مهاجم، اعتقد انه ما لقى برضو فرصه كبيره لوجود المهاجمين الاجانب في نادي النصر،
ما لقى فرصة كافية انه يثبت وجوده. هو كخامة خامة طيبة ولاعب ممتاز جدا وبيؤدي اداء ممتاز جدا. اعتقد انه انهى كذا يكون انهى اعارته ويرجع لنادي الرائد، وافضل في نادي الرائد حيكون هو افضل انه حيلعب اساسي في الفريق. بالنسبة لعبد العزيز الدوسري برضه نفس الشيء، برضه ما لقى فرصة اعتقد، انا ما بعرف هم ليش. طيب يحيى الشهري طبعا النجم المعروف يحيى الشهري 8 سنوات داخل النادي النصر، نفس المشكله برضه. يحيى الشهري برضه كان ضحيه استجلاب نادي النصر لعدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب واصبح حبيس الدكه. اعتقد انه لو راح نادي ثاني برضه حيكون كعنصر اساسي. طيب جميل، توفيق لهؤلاء النجوم وهم يغادرون النصر، وحقيقه خطوه كبيره انه يقدم لهم الشكر نادي النصر على الفترة التي غطوها. أكيد بالتأكيد، هم لعيبة طبعا قدموا للنصر وخدموا الفريق وحرزوا معه بطولات كثيرة، حان وقت الشكر لهم وفرصة أخرى إن شاء الله. طيب جميل، نتجه أوروبيا كابتن عاطف. برشلونة يعلن التعاقد مع الأرجنتيني أغويرو قادم من مانشستر سيتي بعقد حر بعد أن انهى مدته مع مانشستر سيتي. نعم، أغويرو يعود مرة أخرى للدوري الأسباني بعد ما بدأ كان لعب في أتلتيكو مدريد حوالي أعتقد 3 أو 4 مواسم، انتقل لمانشستر سيتي قضى مع مانشستر 9 مواسم، مهاجم كبير جدا طبعا. اللاعب الإنجليزي أرن ألان شيرر أحد هدافي المنتخب الإنجليزي التاريخيين وصف كون أغويرو بأنه أحد أفضل 5 مهاجمين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي. مهاجم كبير جدا، وفي مانشستر سيتي برضو وجد ايضا تقدير كبير جدا من جمهور مانشستر سيتي بالبطولات اللي جلبها للفريق واهدافه اللي ساعدت الفريق على انه يعتلي منصات التتويج في مناسبات كثيره. للاسف ما توج بالبطوله الاهم اللي هي بطوله دوري ابطال اوروبا اللي فقدها في اخر مباراه له. هي مباراه الوداع كان مباراه وداع، لكن للاسف كان وداع حزين جدا، وكان دموع الفراق ودموع فقدان البطوله. اعتقد انه كون أغويرو بالنسبه لبرشلونه حيكون اعتقد لاعب مفيد. وجوده مع ميسي يا كابتن عاطف، وخاصة كله عارف العلاقة القوية ما بين ميسي وأغويرو. نعم طبعا، علاقة متميزة جدا بينهم، لعبوا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في أولمبياد 2008 في بكين وفازوا بالميدالية الذهبية مع بعض. وأعتقد أنه وجوده مع ميسي حيشكل ثنائية. وطبعا برشلونة استجلب كون أغويرو عشان يكون لاعب مهاجم احتياطي، يعني هو وجوده في الدكة حيساعد على تطوير هجوم برشلونة. أعتقد فيه إنه أغويرو، وجود أغويرو في نواحي إيجابية اللي هو الحاجة حيرفع من مستوى هجوم برشلونة، وهو صديق مقرب لميسي زي ما قلنا. وعنده تجربة سابقة برضه زي ما قلنا في الليغا مع أتلتيكو مدريد، وكان هداف في أتلتيكو مدريد ولاعب محبوب جدا من داخل غرفة الملابس، ويمتلك أيضا زي ما بيقولوا الدي إن إيه بتاع برشلونة، يمتلك أسلوب برشلونة، وهو لاعب جدا ذكي داخل منطقة الجزاء، يستطيع انه يفتح مساحات لزملاء المهاجمين، يستطيع انه يطور هجوم برشلونة بشكل كبير جدا جدا جدا. حيكون بديل ممتاز جدا جدا اذا كان اخذ مكان اساسي. سعيد كبرشلونة بصراحة، انا سعيد جدا بالصفقة. نعم. دي صفقة جدا حتفيد برشلونة بالتأكيد. طيب رونالدو افضل مهاجم في الدوري الايطالي؟ رونالدو طبعا اختاروه كافضل مهاجم في الدوري الايطالي، بس ما اختير كافضل لاعب في الدوري الايطالي. افضل لاعب هو لوكاكو. افضل لاعب هو طبعا كان لوكاكو، كريستيانو رونالدو واصل ايضا برضه حراز الاهداف بكثافه، حرز 29 هدف هذا الموسم في الدوري الايطالي، وعمل 4 تمريرات حاسمه، ساهم في 33 هدف. مجمل مباريات كريستيانو رونالدو مع اليوفي في هذا الموسم كانت حوالي 44 مباراه ما بين دوري ودوري ابطال وكاس، سجل فيهم 36 هدف وعمل 4 أسيست، يعني ساهم في حوالي 40 هدف في الموسم. طبعا رونالدو غني التعريف، ما يحتاج ان احنا نتكلم عنه ونشرح هو بيعمل شنو مع رونالدو مع يوفنتوس، ومن قبل مع ريال مدريد، ومن قبل مع مانشستر يونايتد، احرز في كل الانديه دي 100 هدف على الاقل. ولوكاكو كافضل لاعب في الدوري؟ لوكاكو طبعا برضه اختاروا الاتحاد الايطالي كافضل لاعب في الدوري الايطالي. طبعا هو ما أحرز أهداف أكثر من رونالدو، هو ثاني الهدافين، سجل 24 هدف وعمل 11 تمريرة حاسمة، يعني ساهم في 35 هدف وساهم في فوز الإنتر بالبطولة. الاتحاد الإيطالي وصف اللاعب بأنه هو تفوق بدني وتكتيكي داخل الملعب، بإضافة لكونه يمتلك عقلية القائد داخل الملعب، قائد فريقه لمنصة التتويج بعد غياب 10 سنوات عن بطولة الدوري. يمكن كان الإخفاق الوحيد للوكاكو للإنتر في دوري الأبطال، خرج الفريق واحتل المركز الرابع في مجموعته.
طيب جميل كابتن عاطف، حقيقة حلقة كانت ممتعة بوجودك ووجود الأستاذة ميرفت من الخرطوم، والوقت مرة سريعا ولكن الزمن عندي انتهى. شاكر ومقدر لك وجودك معي في هذه الحلقة. شكرا أستاذ طارق، شكرا لك. تسلم. مشاهدي الكرام، الشكر لكم على حسن المتابعة. نتمنى أن نكون قدمنا حلقة ممتعة بوجود الضيف عاطف على الاستوديو والأستاذة ميرفت من الخرطوم على الهاتف. بقي أن تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج: ناصر لانكي في التصوير، أحمد الرئيس في هندسة البث، ومحمد حسب في هندسة الصوت، وعز الدين سعدابي في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك التجاري، محمود في الإشراف العام، وتحيات المخرج أو المخرجين هشام يوسف وأحمد نجمة، وتحياتي طارق عثمان في الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.